الطريق غاديين عادي فرح السلام في الازهر، طالعين من الازهر وباغيين نمشيو للسرور. غاديين في الطريق حتى تلقى جاي الاخر كيجري من ورانا بسيف، حنا ما شفناش الدوره اللي غندورو راسنا ضرب وصافي قطع ليه يدو. في هذيك الساعه بقات غير يدو كترك ليا في يدي خلعاتني وانا نلوح على الارض. عاد باش جا الدري صاحبو هز الايد حطها في تريبورتور، حزمنا ليه الايد اللي مقطوعه بزاف، حط الايد اليسرى فيها العروقه ديال القلب وفيها كل شيء، يعني كان يقدر يموت الله يحفظ. حزمنا ليه الايد ديالو بواحد الزيف باش ما تبقاش تنزف بزاف صافي، وهز ما بغاش يوقف لينا لا طاكسي لا حتى شي حاجه في هذاك الليل. جا واحد السيد عنده موطور هو اللي هزو هو والدري صاحبو، داوه للسبيطار. مشى الدري كيقلب على الثلج لقاه، جابوا للسبيطار ديال الحي حسني، لقى الامبولونس هزاتو وداتو للميريزكو. جينا عنده هنايا الميريزكو لقيناه في الانعاش، داروا ليه البلاكه وداك الشيء على يدو، قالوا لينا راه تقدر العمليه ما تنجحش ليه صافي. اضطرينا نهزوه للكلينيك حيت ما لقينا ما نديرو، ما عرفناش هو ما كيديرش ما عندوش عداوه مع بنادم، ما كياديش الناس، علاقاته زوينه مع بنادم بزاف، كل شيء بقى فيه. ثلاثه كانوا هما ثلاثه وبثلاثه بيهم كانوا هازين سيوفه، وحنا جوج عرفناهم ولقينا التصاور ديالهم وديناهم للبوليس. ويلا جينا غير دابا حنايا من عند البوليس انا والدري صاحبه، والثالث هو اللي ما عرفناش. والبارح فاش كنا كنقلبوا عليهم قالوا لينا راه كانوا غير تما، ولكن راه قالوا لينا بلا ما تبقاو تقلبوا غير الدراري، حتى كعاودوا جاو وعاودوا للدراري قالوا لهم راه ضربنا واحد وها وقع وها وقع، وقالوا لهم راه قالوا لينا الدراري بلا ما تبقاو تقلبوا حتى راهم هربوا مشاو من هنا. حسينين يتعاونوا معانا، وكنتمنى من الله ومن البوليس باش يشدوهم في اقرب وقت.